رامي رامي لأي متى بدك تضلك هيك مقطعني وما عم تحكي معي؟ وليش بدي أحكيكي؟ بلغتيني إنك بدك تغيري بيتك؟ سألتي عني شي مرة؟ كل اللي بعرفه إنك بتعملي 100,000 حجة كرمال تبعدي عني وما عم بعرف شو السبب. حتى لو معاتبه، المهم إنه قلت اللي بقلبك وحكيت معي. لا أنت ما بتعرفي إنه غيابك عني بهيدي الطريقة هو يلي موجع لي قلبي؟ عرفت إنه أخذت الماجستير ورح تتخرج، ما هيك؟ ما أشطرك بتغيير الموضوع. هي رح تقرر. مبسوطة هلا؟ كيف رح أشوفك؟ كنت عايش على أمل إنه أشوفك بالفصل الثاني. هلا ما بعرف كيف رح أشوفك. عطول كل لقاء في ما بيلقوا وداع. يمكن هيدي نهاية لقائنا. بس أنا ما بدي نهاية للقائنا. بالآخر عطول في فرق. هذا الشيء ما في مهرب منه. شو بتقصدي؟ يعني ما بقى رح أشوفك؟ ما بعتقد رامي. طيب خليني أشوفك بس على القليلة هون بالجامعة. صعبة. صعبة كتير. رامي بدي إنه صورتي تضل حلوة بنظرك. بدي كل ما تتذكرني تغمض عيونك وتبتسم. أتذكرك؟ بس أنا ما بدي أتذكرك. ما بدي إياكي ذكرى. أنا حبيتك حلا. حبيتك مش حقدر احب حدا تاني غيرك. رامي بدي هيك تنساني. جرب انساني. نحن مستحيل نكون لبعض. هيك بكل بساطة عم تطلبي مني انه انساكي؟ جرب. اصلا بعتقد هيدي آخر مرة رح نكون فيها سوا. رح أقدر. في أطلب منك طلب قبل ما فل. أكيد. فيك تعطيني اللوحة اللي شفتك عم ترسمها أول نهار جيت على الجامعة؟ بوعدك إنه رح أحتفظ فيها كل حياتي. لأنه من إنسان كتير غالي على قلبي. ما بدك اللوحة قبل ما تفلي.